أهلا بكم. بنسمع كلمة ثعبان لكن جنبها بنسمع مسميات كثيرة جدا: أفاعي، حيات، حنشان، هوام، خشاش، ديبان، حيايا، دبيب، مسميات كثير جدا. إيش الحكاية بالضبط؟ إيش الاسم اللي ممكن نطلقه على الحيوان هذا؟ كلها بتندرج تحت كلمة ثعابين، سنيكس. كل الأنواع اللي في العالم بتندرج تحت سنيكس. قلنا إنه الثعابين 3000 نوع، كلها بيطلق عليها ثعابين. الثعابين هذه بتقسم إلى أنواع وعوائل. مثلا الأفعى أو الحية، نوع من الثعابين مميز إنه جسمه قصير، ملمسه خشن، رأسه دائري، بؤبؤ العين رأسي بيكون سام. هذه الأفاعي والحيات اللي هي قسم من أقسام الثعابين. عندنا مثلا الصلال اللي هي الكوبرا، ثعبان المرجان، المامبا، الصلة الأسود، قسم ثاني من أقسام الثعابين. عندنا الثعابين الضخمة، تقسيمات كثيرة جدا للثعابين. هذه بتفيدنا أنه نعرف بعض المعلومات عن الثعبان وعن خطورته. في مسميات محلية أو شعبية للثعابين حسب المناطق، حسب البيئة، حسب ما تعرفوا عليه الناس. في بلاد الشام مثلا في ثعبان اسمه أفعى الزيتون، ثعبان معين له شكل معين اسمه أفعى الزيتون. في كل منطقة في مسميات خاصة بأنواع معينة من الثعابين. الكوبرا في السعودية بيسموها الحنش، الحنش في الشمال حاجة غير الكوبرا. الأفعى، النوامة أو النفاثة في بعض المناطق بيسموها أم مشكي، بتختلف من منطقة لأخرى. في فلسطين بيسموها أفعى فلسطين. هذه مسميات حسب المناطق بتكون مهمة برضو لأنه بتعرفنا أشياء معينة. مثلا الكوبرا معروف في العالم كله أن اسمها كوبرا، لكن في السودان بيسموها أم درقة نتيجة القلنسوة اللي بتفردها. هذه برضو بتعطينا مؤشرات، لكن مؤشرات غير دقيقة لأنه بتتفاوت، بتختلف من منطقة لأخرى. في مسميات تانية بيطلقوها بناء على أشياء موجودة في الثعبان، شكله، حجمه، لونه، بعض المواصفات اللي موجودة فيه أو البيئة اللي بيعيش فيها. مثلا الأفعى المقرنة عشان عندها زوايد قرنية، ثعبان وحيد القرن. عندنا أبو الرمال أو ثعبان الرمال، بوا الأشجار الخضراء، ثعبان المستنقعات، ثعبان الذرة لأنه بيعيش في مزارع الذرة، الكينج سنيك أو ثعبان الملك، سموه بالاسم هذا لأنه ثعبان غير سام بيتغذى على الثعابين السامة. الكينج كوبرا اسمها الكوبرا الملك لأنها من أكبر أنواع الكوبرا اللي بتعيش على وجه الأرض. هذه بعض المسميات الخاصة بالثعابين بناء على أشياء موجودة فيها أو بناء على البيئة اللي بتعيش فيها. هذه برضو بتعطينا مؤشرات، بتعطينا بعض الدلائل على أنواع الثعابين وخطورتها، لكن ما بنعتمد عليها بشكل دقيق لأنه أحيانا بتكون الأسماء متشابهة. اللي بنعتمد عليه بشكل كبير جدا ويهم كل باحث ومتخصص في موضوع الثعابين الاسم اللاتيني أو العلمي للثعبان. أول ما نسمع لفظة ناتريكس ناتريكس نعرف إن احنا بنتكلم على ثعبان الحشائش غير السام اللي بيعيش في المناطق الرطبة وفي المستنقعات. الاسم اللاتيني أو العلمي مهم جدا وهو أهم
اسم ممكن نعرف به كل حاجة عن الثعبان، خطورته، حجمه، شكله، لونه، فين بيعيش، كل حاجة بنعرفها من الاسم العلمي، لأنه الاسم العلمي دقيق وبيتكلم على نوع الثعبان بالضبط. الأسماء العلمية يمكن لفظها غريب شوية، لكن بتعطينا مؤشرات قوية جدا على أنواع الثعابين. لو قلنا والترنيزيا إيجيبشيا، نعرف أنه إحنا بنتكلم على الصلة الأسود السام اللي موجود في شمال المملكة العربية السعودية. لو تكلمنا عن حاجة اسمها كوروتالوس، نعرف أنه إحنا بنتكلم عن الأفاعي المجلجلة. سيرستس نوع من الأفاعي والحيات، بيتس نوع من الأفاعي والحيات، كلها سامة وكلها خطرة. ألفا جوتاتا جوتاتا نوع من الثعابين، هذه كلها مسميات للثعابين، وهذه مهمة جدا زي ما قلت. الظريف في موضوع الاسم اللاتيني انه ممكن اي شخص يطلق اسمه على الثعبان. لو شخص اكتشف نوع من انواع الثعابين وما كان مسجل عالميا، ممكن يسجله ويضيف اسمه الى اسم الثعبان. الافعى المقرنة في السعودية اكتشفها واحد اسمه جسبريتي، فاطلق لفظ جسبريتي على الافعى المقرنة. بوا الرمال الهندية اكتشفها واحد اسمه جوني، اسمها اللاتيني إريكس جوني جوني. هذه حاجة حلوة وحاجة يمكن غريبة شوية في عالم الثعابين. اللي يهمنا في موضوع الثعابين انه نعرف بعض المسميات، بعض الاشياء الخاصة بالمسميات هذه، خطورتها سامة او غير سامة، لانه ممكن في يوم من الايام نحتاج للمعلومات هذه، نتعرض لموقف لا سمح الله، او شخص يتعرض لموقف، فعلى الأقل يكون عندنا معلومات بسيطة عن أسماء الثعابين. ما نحتاج نعرف كل شيء عنها، لكن نعرف الأشياء المحيطة بنا ممكن نفيد بها نفسنا أو نفيد الآخرين. أتمنى لكم السلامة، وأتمنى أن ربنا يبعد عننا وعنكم شرور الثعابين. شكراً.